مساء النور والسرور والسعادة عليكم مشاهدين قناة الفجيرة ومشاهدين برنامجنا 7 على 7، ومساء التميز والابتكار والنهضة والقوة، مساء كل شيء جميل معاكم مشاهدين الكرام. ومثل ما إن الفضاء لا حدود له، فإن طموحات الإماراتيين أيضا لا حدود لها في طريق مزيد من الإنجازات للوطن الغالي. هاي كلمات قالها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رعاه الله، تؤكد عزيمة أبناء الإمارات أن لهم إصرار ولهم قوة للوصول إلى المستحيل ولتحقيق أرقام قياسية كبيرة جدا. لما هذه العزيمة نحن نأخذها من المغفور له والدنا الشيخ زايد رحمة الله عليه، ولما نحن نقول وصلنا للفضاء يعني نقول قبلها المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد رحمة الله عليه، اللي لما استضاف فريق أوبلا للرحلة اللي راحت للقمر. فلما نتكلم عن القمر أو نتكلم وصولنا للفضاء، فنحن ما قاعد نتكلم إنه هو حلم حلمناه أمس وحققناه اليوم، هذا فكر وهذا أساس زرع فينا المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد طيب الله ثراه بأن نصل إلى أعلى شيء في هذه الدنيا وأن نحقق جميع الأرقام القياسية. واليوم بقيادة سيدي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان وسيدي سمو الشيخ صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، وسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، دوما قاعد نحاول نوصل للرقم واحد في كل المجالات. اليوم حتى الأخواني لما أنتوا تروحون المدرسة وتقعدون مع الشباب في المدرسة وتسألوهم شو طموحاتكم، شو تبون توصلون له، تسمع أنا بأكون رائد فضاء، أنا بأكون مهندس فضاء وغيره من الأمور، حتى التخصصات النادرة الموجودة. اليوم أنا لما أتكلم أن نحن وصلنا إلى القمر وصنعنا أول قمر صناعي بالكامل صناعة إماراتية ومن شباب الدولة وشباب الإمارات، أخواني اليوم عدنا البنية التحتية اللي ساعدتنا أن نحن نوصل ورح نوصل، عدنا أفضل المدارس، عدنا أفضل الجامعات، عدنا أفضل القادة اللي فاتحين أبوابهم لنا 24 ساعة بدون أي حواجز بدون أي قيود، فاتحين لنا كل أمورهم عشان نروح لهم بكل سلاسة وبكل سهولة. فإذا أنت كنت في الإمارات مو بالغريب أنك أنت تحقق الإنجاز، الغريب أنك أنت ما تحقق الإنجاز. لو أنت في الإمارات مو بالغريب نحن وصلنا للفضاء، الغريب إذا نحن ما رحنا الفضاء. فيا سيدي إذا أنت كنت في الإمارات فيعني أنت في أرض المعجزات، الإمارات هي أرض المعجزات.
مشاهدينا الكرام، معنا في هذه الحلقة النشطاء الاجتماعيين ودورهم في المجتمع، وراح نشوف معاكم ملتقى محبين فن الكرويشة، وراح نروح الكروشيه عفوا، وراح نروح وياكم العلاج بخط الحياة أو الزمن، وراح نشوف معاكم الدمج بين الغناء الخليجي والمغربي والمشاكل أو التحديات اللي تواجههم. ومعنا الحين راح نروح لأول موضوع من مواضيعنا ملتقى محبي، راح نروح مع أول مواضيعنا ملتقى محبي فن الكرويشة. وطبعا دائما تسعى الجهات الحكومية في دولة الإمارات على الاهتمام بالفنون والهوايات المختلفة عن طريق إقامة الفعاليات والأنشطة المعنية لها، وهذا اللي قاعد نشوفه حتى من كانت على الدولة وحتى إن كانت على القطاعات الحكومية والخاصة وغيرها. وراح نعرف أكثر عن هذا الفن الكرويشة اللي نظمتها معي ريهام العناني، فنانة تشكيلية. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا وسهلا، يا مساء الخير عليك أستاذة ريهام. أهلا وسهلا، مساء النور. لو تعطينا فكرة عن فكرة الملتقى. الملتقى هو أول ملتقى بنعمله تابع لبيت الفن، هو ملتقى محبي فن الكروشيه. اتجمعنا فيه كل اللي بيحبوا الفن بتاع الكروشيه سواء محترفات أو مبتدئات. قعدنا حوالي مدة ساعة ونص أو ساعتين نتبادل الأفكار والخبرات مع بعض. أهداف هذا الملتقى أستاذة ريهام؟ أهداف الملتقى أن احنا نتبادل الخبرات ونتعرف على كل الفنانين اللي بيحبوا فن الكروشيه ونجمعهم في مكان واحد إن شاء الله بإذن الله، يعني لتبادل الأفكار والخبرات. الإنجازات اللي أو الطموحات أو الأهداف اللي تبون تسعون توصلون لها عفوا أستاذة ريهام؟ اللي بنسعى ليه إن احنا أولا نتعرف ببعض، للتعارف نمرة واحد، وبالتالي نتيجة للتعارف بيحصل فيه تبادل للخبرات والثقافات، لأن طبعا كل واحد فينا جاي ده نتيجة لأن احنا في دولة الإمارات اللي فيها مجموعة من الجنسيات المختلفة، كل واحد جاي بثقافته المختلفة اللي بيتبادل بيها الخبرة وبيدي أفكاره الجديدة للآخر. وإن شاء الله بإذن الله لو فضل مستمر الملتقى شهريا زي ما احنا مخططين له ونجح أكتر وجمع مجموعة من الفنانين أكتر، إن شاء الله نقوم بعمل معرض للفنانات إن شاء الله. لابد أن نحن نشارك وياكم بعد إن شاء الله. أهلا وسهلا بيكم، تشرفونا. الله يخليك أستاذة ريهام العناني، شكرا جزيلا لك. شكرا ليك، شكرا ليك، كتر ألف خيرك. شكرا، أهلا وسهلا. أهلا. طبعا راح نروح وياكم نعرف عن منارة السعديات، هي مركز ثقافي وفني متعدد الأغراض. لما تروحون تشوفون في صالات متعددة تعرض مشاريع السعديات، ويستضيف المعرض هذا الكثير من الندوات الثقافية وغيرها، واللي هي تكون تحت هيئة أبو ظبي للسياحة والثقافة، حيث تعرض في المجموعات الفنية اللي موجودة فيه من مختلف أنحاء العالم، لتمنح الزوار فرصة تأخذهم لفكرة وافية وشاملة عن برنامج متاحف المنطقة الثقافية في السعديات. تتألف منارة السعديات من ثلاث صالات رئيسية مخصصة لاستضافة المعارض الفنية والثقافية المؤقتة. أما بخصوص الصالة الرابعة فهي مخصصة لسرد تفاعلي يحكي تاريخ جزيرة السعديات وثقافتها والدور الذي تلعبه في تحقيق رؤية أبوظبي. خلونا نشوف الفيديو هذا وياكم.
أهلا فيكم مشاهدينا الكرام، رجعنا لكم مرة ثانية. طبعا مشاكل وضغوطات الحياة جدا كثيرة، والإرهاق، هذه الحياة اللي صارت والإرهاق اللي واجهنا، هذا اللي قاعد نشوفه نحن بأن أصبحت حياتنا دوما عملية، والجانب العملي يطغي علينا، ومشاكل العمل قمنا ندخلها في حياتنا الخاصة. ولهذا وجد العلماء حلول علاجية كثيرة، منها نقدر نحل من هذه المشاكل النفسية، ومنها تساهم في تهدئتنا وما لا غيره. نبغى نعرف أكثر حول هذه الطرق العلاج المختلفة، وبالأخص بعلاج بخط الحياة. معي هنا الأستاذ الأمير سيف نايل، مدرب حياة ومارس علاج بخط الحياة. أهلا وسهلا. أهلا بك. أهلا. كيف الحال أستاذ؟ نورتينا إن شاء الله أستاذة. وأنا اليوم أقرأ علاج بخط الحياة، أقول شو يعني علاج بخط الحياة؟ شرحي لي إياها. العلاج بخط الحياة هو يعتبر أن نوع من أنواع العلاج تحت البرمجة اللغوية العصبية، فهو بنتعامل احنا في العلاج ده مع العقل اللاواعي مع الشخص. فنيجي نستعمله في الكوتشنج سيشن، او اللي هي لما بنيجي نتعامل مع كممارس او كمعالج مع الشخص، لما يكون عنده المشكله كتوتر عالي قوي، او القلق، او الاكتئاب، او المشاكل اللي هي زي ما نقول رتمها عالي جدا عنده. صحيح. فخط الحياه ده عباره عن خط الزمن، او خط اللي هو بنقول عليه تايم لاين ثيرابي. هو نوع من انواع العلاج. اول ما ابتدوا اكتشفوه على ايد واحد اسمه تيد 1988. ده كان بدا ان هو ان بداوا يبتكروا الخط ده، بيجوا نسال المريض انت شايف الحاضر بتاعك والماضي فين. أوكي. فبيبدا الماضي الكلاينت او المريض او العميل ان هو يجي مثلا يقول بيجي يقول على مثلا نفسه، شايف نفسه ان الماضي بتاعه مثلا قدامه او الحاضر، كل واحد بيشوف ان ليه اتجاه. ومن هنا بنقول له مثلا تخيل ان مثلا ليتس سيز ان الماضي بتاعه ورا والحاضر قدامه، ونقول له تخيل ان ده خط. أوكي. ونبدا ناخده بقى على الخط ده، نتعامل مع العقل اللاواعي مش العقل الواعي. زين، يعني دوما لو ابيش تشرحين لي بشكل اكثر. يعني انا الحين عندي مشكله في الحياه او مشكله نفسيه، فتيون تسالوني انتو انا قاعد اشوف المستقبلي وين، يعني انا بكون بكره وين؟ لا بص، هي دلوقتي مثلا انت جيت لي مثلا ليتس سيز ان انت جاي لي، اول حاجه انا ما ينفعش ان انا اعمل لك العلاج بخط الحياه ده او البرمجه اللغويه العصبيه وانا ما اعرفكش ولسه اول مره تيجي لي كعميل. أوكي. لازم ان انا اكون قاعده معاك مش اقل من جلستين قبليها، عشان اكون عارفه الاول شخصيتك، اكون عارفه تفكيرك، اعرف حاجات كتير جدا، لان عشان اقدر ان انا اخدك على التمرين ده يعتبر تمرين. فبياخد هو المفروض 10 دقائق، يعني لان هو متقطع يعني، فتقريبا بياخد 10 دقائق. بس لو قلنا ان انت مثلا جاي في جلسه وعايز تخلص الموضوع في جلسه واحده، بياخد 5 ساعات. زين اوكي، الفايده هاي مثلا انا جيت الفايده هقول بعد 5 ساعات، شو الفايده اللي انا باخذها؟ انا هقول لك بتيجي ايه. انت دلوقتي انا لما باجي اتعامل معاك باجي بتعامل مع العقل اللاواعي عندك. أوكي. اللي هي انا ببرمج عقلك اللاواعي على الحاجه معينه. اغلب المشاكل للاسف، التوتر، القلق، الاكتئاب، اي مشاكل عندنا، الحزن، الكلام ده كله بتبقى المشكله مش اللي انت متخيلها. يعني انت جاي لي في مشكله متخيل ان هي دي المشكله اللي عامله لك التوتر، ولكن الحقيقه يعني ممكن تكون صادمه، بس هي حقيقه ان 90% ما بتبقاش هي المشكله اللي انت جاي بسببها. هي بتبقى مشكله ممكن من الماضي، ماضي ممكن 10 سنين 8 سنين ممكن صدمه في مره يعني صدمه مر فيها، والصدمه هي تكون هاجس له. أيوة. في الوقت الحاضر تصير اي شيء يرجع يقول ممكن يصير نفس اللي صار ديك المره. ايوه. او ان كانت ترسبات، يعني شاف مشاكل مثلا في مع والده ووالدته مشاكل، فبقى عنده خوف، فاصبح عنده شعور الخوف ده موجود. شاف الحياه، توتر الحياه من وهو صغير، كان عايش في بيئه فيها توتر، فطلع معاه التوتر لغايه ما كبر، وهو فاكر ان مثلا الشغل هو اللي بيطلع له التوتر. فلما بنيجي نعمله تمرين خط الحياه ده، بناخده في مرحله اللي هي بنتعامل مع السب كونشس، او اللي هو العقل اللاواعي، اللي احنا بناخده. باجي اتعامل اصلا لما مثلا انت مثلا جاي لي، ما باجيش اتعامل معاك انت كشخص، انا بتعامل مع العقل اللاواعي. حتى في التمرين باجي اقول لك اول حاجه، هل تسمح للعقل اللاواعي اني اتعامل معاه او اتكلم معاه قبل ما ابدا معاك في التمرين؟ ودايما اسئلتي لازم تجاوب عليها مباشره. ليه؟ لان لما انت تقعد هتفكر هتدخل ساعتها العقل الواعي. اوكي.
يعني هي أسئلة سريعة وعقل اللاواعي اللاواعي لازم يجاوب عليك. العقل اللاواعي اللي بيجاوب عليا. وحتى من ضمن الأسئلة في ساعات إن في سؤال يقول لك هل الشعور ده، يعني مثلا نقول إن إحنا بنتكلم على الغضب، فأنا عايزة أعالج سلوك الغضب، فهقول لك مثلا إيه، هل سلوك الغضب ده كان بيواجهك قبل، مثلا سؤال من الأسئلة، هل كان بيواجهك وأنت في الرحم ولا قبل الرحم؟ ساعات أنت هتلاقي نفسك بتقول قبل، يعني انت عارف اللي هو قبل الولاده ولا بعد الولاده، فهتقولي مثلا قبل الولاده. وهذا لا وعي، لا وعي. وبعدين حاجه روحنا قايله لك، طب قبل الولاده ده في الرحم ولا في قرون قبل كده؟ يعني عارف اللي هو انت هتروح قايل لي مثلا في الرحم، طب في مرحله ايه؟ هتقولي 6 اشهر. اللي افهم منك استاذه لميس، يعني ممكن الشخص يمر في مراحل او الغضب بسبب انه يوم من الايام كان في الرحم، صار نعم. صارت مشكله ولا شيء للام، نعم. الولد خذاها والجنين خذاها، أيوة. وتم هو لما يكبر موجود، أيوة. عنده، ايوه. امال احنا ليه بنقول للامهات هم حوامل، بنقول لهم سمعوا الاطفال قران، حاولي ما تتعصبيش، حاولي ما تاكليش حاجه مثلا بتعصب، حاولي ان انت تكوني ريلاكس، حاولي تلعبي رياضه. ليه؟ والاكتئاب نفس الحاله. الاكتئاب طبعا 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 كل حاجه بتاثر. يعني انت العقل اللاواعي ده نسبته، انت عارف ان عقل اللاواعي 95% نسبته، 5% العقل الواعي، واحنا شغالين على 5%. 5%. 5%. حتى احيانا انا مثلا لما اكون اسوق السياره فعلا اكون قاعد افكر، فجاه اشوف انا وصلت قدام البيت. الله ينور عليك، هو ده العقل اللاواعي، ودي البرمجه اللغويه العصبيه. احنا عايزين مثلا، انت يقول لك دايما ايه؟ يقول لك مش انت لما يجي يقول لك عايز العب رياضه، قال لك ايه؟ يقول لك ايه؟ حاول تخليك العب رياضه لمده 3 4 ايام او داوم عليها لمده اسبوع. ليه؟ ليش؟ لان انت بتبرمج نفسك. انت مجرد ما انت، هي بص احنا حتى في الكوتشنج بنقول لما تيجي المعرفه بتعدي باربع مراحل. عندك المرحله الاولانيه اللي هي اي دونت نو، اللي هو بالعربي لا اعلم لا اعرف، اوكي. فانت مثلا انت ما تعرفش حاجه عن البرمجه اللغويه خالص، فانت اسمها ايه لسه في اول مرحله اللي هو لا اعلم لا اعرف. بعدين تيجي في المرحله اللي بعديها، عرفت عن البرمجه اللغويه، سمعت عنها، فبقيت ايه؟ اعرف لكن لا اعلم. يعني ايه؟ عرفت سمعت عنها بس لسه ما دخلتش فيها. تيجي في المرحله الثالثه اللي هي بقيت ايه؟ اعلم واعرف، بقيت عالم، بقيت عارف فيها وعالم، بس ايه؟ انت خلاص كده بقيت في مرحله ان انت واعي بيها ولا واعي، يعني العقل الواعي ولا العقل اللاواعي. واخر مرحله بيقول لك ايه؟ لا اعلم ولكن اعرف. يعني ايه؟ زي ما انت قلت المرحله اللي انت قلتها، انا وصلت البيت وانا مش عارف انا وصلت ازاي. صح. خلاص انت بقت اصبحت من عدت على الثلاث مراحل الاولانيه واصبحت في المرحله الاخيره ان انت ايه ده، انا ازاي خلاص بقت عندك عاده الصبح بتشرب كوبايه النسكافيه. خلاص انا عاده ان انا بلاقي نفسي قدام الدوام وانا بتكلم في التليفون او انا سرحان او انا بعمل اي حاجه. حتى في بعض الالعاب اللي تعتمد على كيف اقول لك، على النظر او على اللف، لما العقل اللاواعي يكون شغال فيها توصلين لليفل اعلى. ايوه هذه اللي انا كنت اسال اقول ليش لما اكون قاعد افكر في شيء يعني اوصل لمرحله اعلى، لكن لما اكون مركز في تركيزي في اللعبه ما اوصل. ايوه بالظبط. يعني احنا حتى لما بنيجي نعمل العقل، لما نيجي نعمل برمجه لغويه عصبيه او نيجي نعمل تنويم ايحائي، انا ببدا اخليك تركز في نقطه معينه لغايه ما عندي يفصل العقل الواعي، افصلك عن العقل الواعي، فتعامل ابدا اتعامل مع عندك على العقل اللاواعي. فعشان كده انت لو انت عايز تغير اي سلوك لازم تشيله من جذره. طب جذره ده فين؟ جذوره دي فين؟ اوكي زين، الحين لو انا عصبي اروح اخبر امي اذا كنتي تعصبين لما كنتي حامل فيني؟ يعني لا، ممكن هو هي بص هي مش دي، هي ممكن يعني. خط الحياه او البرمجه اللغويه العصبيه ومنها تمرين خط الحياه بيساعد اي، يعني دلوقتي انا مثلا لما بعمل كوتشنج بنعمل مثلا 10 جلسات على سلوك معين، انا بدل ما هقعد 10 جلسات اعمل سلوك معين عشان اغيره واوصل لحاجه، البرمجه اللغويه العصبيه او خط الحياه بيختصروا لي في جلستين. في جلستين وينهي الموضوع تماما. هل مثلا انا اقول لك الاكتئاب او بوادر الاكتئاب اللي موجوده، الحين انا مثلا فيني بوادر الاكتئاب، لما انا امارس اللي هو العلاج بخط الزمن، هل انا اكشف المشكله هذه؟ انت تساليني وانا جاوبت بالعقل اللاواعي. هل انا بعدين بعد ما اخلص انت تعرفين ان هاي المشكله كانت كذا؟ انا مش اعرف أنا بس المشكله اللي هعرف. ولا انا اعرف المشكله ولا فيها علاج؟ كيف؟ بص انا هقول لك مثلا التمرين بنعمله ازاي، نبذه سريعه. نبذه سريعه. لا هو صعب ان انا اعمله لك لان بتبقى زي ما قلت لك لازم اكون عارفاك الاول، زي ما قلت لك لالا اعرفك عندي معرفه سابقه عشان اقدر ان في حاجات في التمرين معينه. انا هقول لك ازاي. انا باجي الاول اقول لك ايه، انت فين الماضي والحاضر بتاعك؟ انت قول لي فين الماضي، انت شايف الماضي بتاعك فين؟
اديني دايركشن لي يعني اتجاه. يعني الماضي انت عشان بالنسبه لك ورا صح أوكي. والحاضر قدام وقدام اوكي. انت بقى خط الحياه بتعمل ايه؟ بتروح عامل كده ان انت شايفه خط أوكي. موصول صح. الماضي خط قدامك اللي هو ورا والمستقبل أيوة. اللي هو بس انت بقى بتشوفه ايه؟ مش كده، انت بتشوفه قدامك أوكي. كانه قدامك أوكي. وباجي بقول لك ايه، باجي ساعتها اقول لك انت تخيل نفسك ان انت، هقول لك الاول هل تسمح للعقل اللاواعي عندك ان انا اتحدث معاه او ان انا اتعامل معاه؟ لا. فانت لا خلاص هنقفل التمرين. لا 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 خلاص انا وياك زين. فلو فانت مثلا تقول لي أوكي. اوكي اوكي، اول حاجه بروح ايه بقول لك طب ركز على نقطه معينه، او ان انت لو مغمض عينك خلاص مش هتحتاج ان انت تركز على حاجه معينه أوكي. فبعدين هقول لك هنشتغل، هي بتبقى خمس مشاعر عادة أوكي. احنا لما بنيجي نشتغل من الخمسيك بالذات الاكتئاب، لان الاكتئاب بيجي من التوتر، من الغضب، من الحزن، من الخوف، بيجي كل ده بتبقى مشاعر مختلطة بتوصل للاكتئاب أوكي. فانت مثلا هنشتغل على الغضب مثلا فحاجة هقولك ايه، هقولك تخيل موقف او مناسبة معينة انت كنت بتتعصب فيها قوي او عصبتك، مجرد ما انت بتفتكرها بتعصبك وعايز تتخلص منها صح اوكي. فلما انت هتستشعر، لان عموما انت اول ما هتيجي تستحضر الموقف هترجع لك صح، انا مش عايز الموقف ده هو اللي انا خليك تنساه، انا عايزاك تتخلص من مشاعر الغضب، بس عشان اتخلص منها لازم اخدك في موقف معين عشان خط الحياه بقى هو ده اللي انت هنتعالج بيه. حاجه اقول لك الخطوه اللي بعديها ايه، هتقولي خلاص انا تخيلت نفسي في الموقف ده، فاقول لك انت بقى تخيل نفسك على خط الحياه ده تحتيك وانت بتطوف عليه أوكي. فانت وانت بتطوف عليه تخيل ان هو مثلا ايه، مره اللي هو مثلا انت قلت لي ان ده الماضي بتاعي هنا والحاضر بتاعي هنا، فاقول لك تخيل ان الماضي بتاعك وراك وانت دلوقتي وتحتك اوكي، والحاضر بتاعك قدامك اوكي، المستقبل سوري المستقبل قدامك اوكي. فهقول لك دلوقتي بص على مثلا الماضي بتاعك شوف الموقف اللي انت كنت فيه، هل انت حاسس بالمشاعر الغضب اللي وانت في الموقف وانت شايف الموقف ده؟ اكيد هتكون حاسس بيها لان انت صح. لسه حاسس بيها، لان توني انا حاسس فيه وانت دخلتيني اني انا حسيت فيها، انت يبقى فيجوال ايه انا دخلت وياك بصري. فانت لما تيجي هقول لك في المشاعر دي هتيجي تقول لي انا شايف المشاعر، فاقول لك طيب اوكي دلوقتي انقل ده اسمه الموقع الاول، خد نفسك بس انا ببقى شرحها لك المفروض كمان المواقع قبل ما نعملك، لان هم اربع مواقع على خط الحياه. الموقع الاول مثلا انت بتبقى مواجه الماضي أوكي. الموقع الثاني انت تحتيك الماضي، يعني تحتيك ويعني قدامك وتحتيك كده يعني مثلا يعني انت جواه تقريبا. تالت موقع انت بتبقى ما بين ان انت شايفه تالت موقع انت بتشوفه من فوق بتطفو بقى عليه، اللي هو الموقع التالت اللي بنبدا نتخلص من المشاعر، فانت بتبص لها من فوق عشان اني نتخلص منها خلاص، اشوف ان هي شيء صغير. الله ينور عليك. انا عشت قبل شويه أيوة وصعد فوقها، فانا ببدا ايوه فابدا اقول لك ايه، تخيل نفسك بتطفو حواليها وبص للموقف تحتي. فانت لما بتيجي تبص، انت طبيعي لما بتيجي تبص على حاجه بتحس ان هي صغيره قوي، فبتبدا تقول لي، فبقول لك ها حاسس لسه بالمشاعر، تقول لي مثلا لسه شويه، لا لسه مش عارف ايه، لغايه ما اخدك في مرحله معينه هتلاقي نفسك. في ناس على فكره بتقعد تضحك، يعني في ناس لما بعمل معاها الموضوع ده بعد ما كانوا بيعيطوا تلاقيهم فجاه تحولوا بقوا بيقعوا على الارض بيضحكوا. زين استاذ لميس، احيانا في بعض المواقف اللي تمر تخوف الشخص، يعني مر له مرحله مر فيها مرحله خوف وحزن شديد، تمر مرحله تشبهها، انا بسوي نفس الطريقه اللي انت سويتيها، استرجع الماضي واحط الكلاس اللي انت اعطيتينا قبل شويه الحصه المجانيه هذه على الهواء، بس بعد احس لما يمر موقف مشابه ابدا اخاف اكثر، يعني ما اقدر اسويها، يعني في بعض المشاكل احس انها لا ما تركب، خاصه مشاعر الخوف والحزن اللي تجيب الاكتئاب. بس ما هي انا قلت لك في الاول ايه، التمرين خط الحياه ده بتيجي على الخمس مشاعر اوكي، عشان لازم اتخلص، ما ينفعش ان انا اعمل لك التمرين على احساس واحد. يعني انا لما جيت حتى كنت بكلم المدرب بتاعي لما جينا بقيت ممارس ودرسته، فقلت له طب ما انا عايزه واحد بس، انا ما عنديش الاربع مشاكل دي، قال لي لا لازم تروحي الخمسه. انت متخيل ساعات بتبقى حاجه مربوطه بحاجه، الخوف مربوط بالغضب، التوتر مربوط بحاجه تانية، الحزن مربوط ان انت مثلا الظلم مثلا مربوط بالحزن، فاهم؟ فانا لما اجي اتخلص فعشان كده لازم امشي معاك في التمرين على الخمس مراحل، على الخمس مراحل عشان اتاكد ان انت تخلصت من كل المشاعر. هل هذا ده هيمنع ان انت المشاعر تيجي لك تاني؟ لا، بس ده هيسمح لك ان انت هتتخلص من الماضي. هل في ارتباط بينه وبين تطوير الذات؟ طبعا
طبعا انت دلوقتي لو انت لسه عندك مشاكل داخليه، احنا دايما دلوقتي بنقول ايه، لما تيجي ام مثلا تيجي تقول لي بنتي عندها مشكله، واحس ان هي لما بعمل لها كوتشنج انا ما بعملهاش كوتشنج، هي جايه لبنتها، الاقي ان البنت الام من سلوكها، لان طبعا ككوتش وكمدرب خلاص بقينا نعرف من الشخص من اول مره بنشوفه عنده مشاكل او من طريقه كلامها بعرف ان هي، اقول لها طيب الاول احنا لازم نشتغل عليك انت الاول، ساعات مش شرط دايما لازم نشتغل عليك انت الاول تتغيري عشان اغير بنتك في سلوكيات معينه، ودايما 90% للاسف دي بما ان احنا على التلفزيون مشاكل المراهقين بتبقى او مشاكل الاطفال بتبقى بسبب الام والاب، بسبب سلوكيات بيعملوها قدامهم وهم مش واعيين. كيف يعني؟ كيف يعني؟ يعني انا مثلا هقول لك على حاجه، انت مثلا زي لسه لما كنا بنتفرج على حلقه استاذ احمد على القراءه وكان بيتكلم عن القراءه ولازم القراءه، طب انا هسالك على حاجه، لو انا مش بمسك كتاب في البيت وبقرا قدام ولادي اوكي وقلت لهم اقراوا اقراوا اقراوا، هيقتنعوا؟ طبعا لما انا قاعد ازرع فيهم انهم يقراون. لا هي مش هيقتنعوا لانه مش شايفينك ماسك كتاب. لا مثلا انا اقول لك هم يقولون لا تدخن قدام الولد. اوكي لا انت تقصدين ان انا ما اقول لهم اقراوا اقراوا وانا ما اقرا. ايوه الله ينور عليك. والعكس السلوك يعني ما ينفعش اقول لاولادي ما تغضبوش ما انتوا ليه بتتعصبوا، والاب يغضب في نفس الوقت وانت مثلا بتتخانق مع زوجتك مثلا قدامهم، يعني فاهم قصدي، هي السلوك متوارث، ما ينفعش ان انا اجي اقول ولادي بيقعدوا لوحدهم في الاوضه وانا ما بقعدش مع ولادي مثلا او ما بعملهمش اكتيفيتي او 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 فهي دايما بتبقى نابعه من الاب والام، لان الاولاد دول فتره كذا ناس مولودين لسه بس في منهم شويه شياطين بعد شويه يزعجونا. زين الحين انا رسمت الخط مالي اللي هو الماضي والحاضر، في وايد مشاكل في الماضي وكل مشكله اكبر عن الثانيه، وحتى لما اشوف المستقبل اخاف يصير امحي الخط هذا أنا كله. انا مش هنقلك على المستقبل غير لما انا اتاكد ان انت في الموقع 2 و3 تخلصت من المشاعر بتاعه الماضي دي. انا عمري ما هنقلك على المستقبل غير لما ليه، لان في التمرين في مكان معين بتوصل له اقول لك انت نفسك وانت لسه في الموقف انت بس بتعلى اقول لك ها لسه حاسس حاجه، انت تيجي كده هتقول ايه ده ايه ده انا مش حاسس حاجه. انا بقول لك في ناس بتقلب معاهم بضحك هستيريا ان هم ليه، بقول لهم حتى انت في التمرين نفسه بقول لك انت شايف ايه الدروس المستفاده، انت شايف ان في دروس مستفاده هتقول لي اه انا كنت المفروض اعمل كده او مش كنت المفروض، انا اتعلمت ان انا اثق في نفسي اكتر. شفت بقى جات منين الثقه في الذات؟ انا اثق في نفسي اكتر، انا عندي مثلا قيمي عاليه، انا ما عنديش مشكله. هتبدا انت تلاقي تسمع نفسك هو ليه العقل ليه بنبرمج، لان ساعات الانسان موجوده عنده الحاجه هنا بس للاسف مش سامعها، لازم اخليك تسمعها عشان توصل لك. زين دوما هل هذا العلاج ينفع للناس اللي يخافون على مستقبلهم؟ يعني تروحين لواحد في الجامعه يقول انا خاف اتوظف، تحصلين واحد يعني في وظيفته يخاف من المستقبل، يقول انا خاف مثلا باكر يقولوا لي يلا مع السلامه، او خاف اني ما تجيني زياده، اخاف اخاف اخاف، ومع انه يمكن ما يكون له ماضي اثر عليه، يعني ما تفنش من وظيفته ولا تاثر، هذا عنده مشكله مستقبليه. انا شوفي انا وياك ايوه طبعا اللي ورا وقدام ورا اوكي ما عنده اي مشاكل، عنده مشكله في قدام. ما هو انا قلت لك من الاول قلت لك انا عمري ما هيبقى عندي مشكله قدام الا في كان مشكله عندي في ورا، المشكله عمرها ما هتكون جايه قدام الا لو كان عندي حاجه خوفتني ورا، شعور الخوف ده اتزرع في مكان ما في الماضي بتاعي، فعشان كده انا بعالج الماضي، انا مش هعالج الحاضر، انا مش هعالج المستقبل، لان مجرد ما انا اتعاملت مع الماضي فانا هيتعالج عندي الحاضر والمستقبل لاني هقضي على الشعور ده. فعشان كده انا حتى لما بنيجي نعمل التمرين انا ما بقولكش افتكر كل الاحداث اللي حصلت لك خلتك تخاف، انا بستشعرك بس موقف واحد، ومجرد ما انا عالجتك في الموقف ده في الاحساس ده على طول هيبدا يتحس. فانا مهما فهمتك، لان انا نفسي لما كنت بتدرب انا ما كنتش مقتنع بالكلام ده، انا بقول لك بكل صراحه لما بدات ابدا اعمل عشان نتخرج وناخد نبقى كواليفايد وكده فكانوا بنعمل لازم نعمل التمارين معينه والمده معينه، فلما جيت عملت التمارين دي مع الناس الثانيه واشوف الناس ازاي ان كانت ناس في ناس ممكن يغمى عليها، في ناس بتعيط، في ناس بتطلع مشاعر كتير سلبيه، وتلاقيهم فجاه بعد ما تخلصوا من المشاعر ده معايا، لان العقل اللاواعي هو اللي شغال معايا، انت بتبقى قاعد معايا بس انت عقلك الواعي اللي معايا مش اللي عقلك الواعي اللاواعي معاك اللاواعي subconscious هو اللي بيكون معايا، فتلاقي نفسك فجأة تضحك تضحك تضحك، يعني في ناس بتضحك ليه بقى؟ لان هو لما بيطلع فوق
بيبدا يشوف المشاكل صغيره جدا. في ناس يقعدوا يقولوا ايه، انا في واحده قعدت تقول لي لقيتها بتضحك تضحك جامد، ماتت من الضحك. بقول لها انت مالك؟ قالت لي انا كنت بشوف نفسي وانا بضرب المشاكل قاعده بلعب بيها كوره. والله انت انا لازم اي عندك وامارس هذا. تعالي. اهلا وسهلا، تنور. عندي مشاكل وايد صراحه. ما فيش مشاكل ان شاء الله. ان شاء الله تعالى. استاذه لميس سيف نايل، مدرب حياه وممارس علاج بخط الحياه، شكرا لك. شكرا لك، ميرسي، نورتينا، وان شاء الله تعالى فعلا استفدنا وايد صراحه. ان شاء الله. شكرا ميرسي لك. شكرا لك، مع السلامه. ميرسي. طبعا مشاهدينا، من ضغوطات الحياه ومشاكلها في الحدائق، وراح نروح للحدائق، والحدائق هي من الامور اللي نرفه فيها عن انفسنا. وراح نروح معاكم نشوف حديقه دبي ميريكر جاردنز اللي هي تغطي تقريبا مساحتها 72 ألف متر مربع، وتضم أشكال معروفة مغطاة بالأزهار، حيث يوجد فيها أكثر من 50 مليون زهرة من أنحاء العالم، والعديد من المجسمات وغيرها من الأشياء الجميلة. خلونا نروح ونشوف وياكم التقرير هذا.
من جمال الزهور وجمال المنظر اللي شفناه في هذه الحديقة الجميلة راح نروح وياكم نتعلم كيف ممكن ننفق، كيف نعرف الانفاق الذكي وكيف نحافظ على أموالنا. دوما للأسف الشديد أغلب الشباب في الوقت الحالي ما عندهم يعني ذاك الكنترول اللي ممكن أنا أقول لكم يا إنه كيف يمسك بيزاته وكيف ممكن يوفر عليه. راح نتعلم أكثر وراح نعرف أكثر في الموضوع هذا عن الادخار. معاي عبر الهاتف مهند عطير خبير اقتصادي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، حياك الله عبد العزيز وحيا الله المستمعين جميعا. أهلا وسهلا فيك أستاذ مهند، كيف الحال؟ إن شاء الله طيب. الله يسلم حالك يا رب يطول عمرك. كيف ممكن أنا أصرف لكن ما تخلص بيزاتي؟ كيف تصرف لكن ما تخلص بيزاتك؟ هذه بدها قاعدة طويلة أستاذ عبد العزيز. يعني الحين إحنا كأننا من نتكلم عن إيش اسمه ميزانية مالية. الميزانية المالية لأي أسرة أو أي فرد بدها تكون عبارة عن مجموع التدفقات المالية وتحويلها إلى مصروفات، بحيث إذا إحنا معنا الميزانية المالية بعرف كيف أنظم حياتي مستقبلا. الميزانية المالية عبارة عن بندين، بند يمين وبند شمال. البند اليمين اللي هي كافة الدخل اللي بيجيك، سواء عن راتب شهري سواء عن عمل خاص بيجيك منه أرباح، سواء عن دخل إضافي. بالمقابل بالجهة الثانية اللي هو الطرف الثاني اللي هو المصروفات أو الإنفاق. إذا تحدد شو هي مصاريفك الشهرية، من مأكل، من مشرب، من إيجار بيت، من فواتير شهرية وإلى آخره. حددت هاي البنود، حددت هذه الخانات، عرفت تنظم حياتك مستقبلا. زين دوما نحن ربع ولا شباب يقول لك اصرف ما في الجيب يأتيك ما في الغيب، لا تحرم نفسك من شيء. هذا 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 اسمه العذاب القادم، معناته اذا بدك تمشي على هذا الكلام معناته انت لا مستقبل ولا اهداف. بس يا اخي لما صعبه لما يكون عندي انا مثلا راس مال، ولا انا اقول لك بشكل عام اني انا موظف يكون عندي مبلغ بسيط في البنك واشوف شيء يعجبني ما اقدر اشتريه على طول، ما اقدر. يعني انا اقول لك ابى اصرف لكن اواجه المشكله هذه، انا عندي المبلغ فالشيء اللي رغبتي فيه تكون اقوى من المبلغ، يعني اقوى من اني احافظ على المبلغ لاني ما قاعد احس بقيمه المبلغ. انا حجاوبك على هذا السؤال بسؤال. هل عندك هدف بحياتك في المستقبل؟ طبعا ما في انسان بدون هدف. هالحين اي انسان، انت كلام جميل، اي انسان له هدف بحياته. هذا الهدف عشان احققه لازم يكون فيه شويه تضحيه. اوكي. تضحيات في رغباتي، في حاجاتي، في شهواتي، لانه الشراء عباره عن شهوه. يعني كلنا بتغرينا مغريات السوق، الخصومات اللي بتيجي السنويه، بتعرف المواسم الخصومات اللي بتصير في اي دوله من دول العالم. فلا الناس بدها تحكي قد ما اقدر اشتري بهالخصومات بحيث انهم بيقدروا انهم بيكسبوا الديسكاونت او فوق السعر ما كان ينباع قبل ما كان ينباع الحين مع الخصم. صحيح. فهي سر من اسرار التسويق، الفن تبعهم انه كيف ياخذوا بجيبك وانت نفسك قلت انا ما بقدر انزل على السوق ما اشتري، لانه هم شاطرين انهم خلوك انت تشتري. زين كيف ممكن ادخر؟ انا الحين اقتنعت بكلامك، انا عندي اهداف ابغى اوصل لها، والاهداف هذه انا ما راح اقدر اوصل لها في حياتي الا لما يكون عندي المبلغ او الماده. بس عندي مشكله الادخار، انا لما اشوف البيزات او المبلغ قدامي ما اقدر امسك عمري. في طرق ممكن احافظ عليها ان اخل ادخر وبدون ما اقرب من المبالغ هذه لين اوصل لاهدافي؟ شوف الادخار عباره عن خطوات. بدي أهم الخطوات اللي بتساعدنا على الادخار، في عندي أربع خطوات. حدد هدفك بدقة، اعرف أوجه إنفاقك، الابتعاد عن المظاهر والمظاهرة والمحاكاة، إنه أنا مثلا عندي سيارة 2016 أو 2015، لا لازم يكون عندي 2020. لازم. ليش؟ عشان الناس تحكي والله فلان عنده سيارة 2020. الابتعاد عن استواء بالدين، يعني إذا أنا مشيت على هاي أو اقتنعت أو حاولت اني امشي على هذه اربع خطوات انا في الطريق الصحيح للادخار. في عندنا اساليب ممكن اني احافظ عليها على الميزانيه المخطط لها. انا بتعجبني، يعني انت بتقول انه اذا نزلت على السوق ما بقدر امسك نفسي عن الشراء. صح. بيعجبني الطريقه الاوروبيه او الطريقه الانجليزيه في تنظيم الشراء.
فالحين كرب اسره او كمسؤول عن عائله وعندك مصاريف وعندك كمان مستقبل لاولادك مستقبل لك فيما بعد سن التقاعد، فلازم امن حالي لهذه السنوات القادمه. صح. المخطط او الطريقه الاوروبيه اللي بتتبعوها بيعرفوا كم مقدار الدخل اللي بتدخل لهم كل شهر نتيجه عمل معين، مثلا 1000 2000 او 5000 whatever، بيعرفوا بالمقابل اللي هي لو رجعنا على تعريف الميزانيه الماليه. اوكي. عندي الخانه اليمين اللي هي او البند اليمين اللي هو المدخلات او الدخل، والطرف الشمال اللي هو الانفاق. بيعرفوا كمان هم نتيجه التجربه والمصاريف الشهريه الروتينيه اللي هي دائما، بيعرفوا كم هاي اسعار المواد اللي هم بيحتاجوها طول الشهر. مثلا فواتير الكهرباء بيعرفوا انه من 500 ل 550، مثلا بنزين سياره او بترول سياره بدهم 500 ل 600 درهم والى اخره، بيحددوها بيكتبوها على شكل نقاط، بيحملوا بجيبتهم او بمخباتهم نفس المبالغ اللي جمعوها من هذه المصاريف. اوكي. بحيث انه المبالغ الثانيه تكون مدخره في البنك. زين، حلو كلامك استاذ مهند، لكن في مشكله نحن نواجهها بعد، انت قلتها بعد، رغبه الشراء اعلى من رغبه الادخار. انا اعطيك بمثال، انا اقول لك راتب هالشهر هذا مثلا لازم مصفي منه 2000 درهم اني انا ادخر فيه، انا خاطري مثلا 2000 درهم قلم وغتره، فاقول خلاص بشتري منهم القلم والغتره والراتب اللي الشهر الجاي انا راح ابدا ادخر، فدوما انا ابدا اجل الادخار هذا، فشو الحل؟ الحل هي عباره عن تربيه نفسيه، عاده مكتسبه، تعويد النفس. صدقا صدقا استاذ عبد العزيز، يعني هاي عباره عن كانك بتربي الطفل، الطفل بحد ذاته من اول ما يبدا يمشي خطوتين بعدين يطيح. صح؟ صح. بعدين بيحاول بيقوم مره ثانيه على ريوله وبيمشي كمان خطوتين الى ان يتعود على المشي. موضوع الادخار شبيه تماما لموضوع الطفل او 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 نمو الطفل. فهي عباره عن تعويد للنفس، انه كيف، على فكره الحرمان شيء صعب، يعني شيء طبيعي، الادخار معناته حرمان. صح. معناته اقتطاع او عدم تلبيه رغباتي جميعها. لازم اميز استاذ عبد العزيز بين المصاريف الاساسيه اللي هي بتساعدني على اكمال مسيرتي العمليه والحياتيه والمصاريف السنويه. من المصروف السنوي هذا، مثلا بدي اشتري مثلا سياره ثانيه او ثالثه، هل هذا لازم اني اشتري؟ طبعا لا، لانه انا السياره اللي عندي او السيارتين اللي عندي يكفي وبيلبوا لي اغراضي وحاجاتي. طب ليش الثالثه؟ اذا عرفت احدد او اني افرق بين مصروف اساسي ومصروف ثانوي، انت وصلت للادخار. هذه لازم دوما نعرف بين المصروف الاساسي والمصروف الثانوي. شكرا لك. نعم. الخبير الاقتصادي مهند عطير، شكرا جزيلا لك. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. شكرا لك، شرف لنا، حياك الله. حياكم الله. مشاهدينا الكرام، فاصل من بعدها راح نواصل وياكم، خلوكم ويانا ولا تروحون بعيد. اهلا فيكم مشاهدينا الكرام، طبعا نحن في الفقره الاخيره وهي ممكن تكون اجمل فقره لان فيها من الفن وفيها من الغناء والموسيقى، وهذا اجمل شيء ممكن احنا نختم حلقتنا وياكم. خلوني ارحب فنانتنا الكبيره اصايل، الفنانه والمطربه، اهلا وسهلا فيك. اهلا وسهلا. نورتينا. أشكرك. الله ينورك. اشكركم على الدعوه وانا تشرفت بوجودي معكم اليوم. الشرف لنا طالع منك وان شاء الله تكون حلقه حلوه. فنانه، لو تعطينا نبذه عن بداياتك في المشوار هذا، مشوار الفن. طبعا انا مغربيه الاصل. والنعم فيك. وعشت فتره في باريس. فكانت بدايتي في باريس مع فرقة. يعني أنت باريسية؟ يعني أنا فرنسية. مغربية زي. يعني شوي فكانت بدايتي مع فرقة، كنا نعمل نغني الطرب الأصيل. فعملنا جولات في أوروبا وعملنا يعني حفلات وكذا، كانت بدايتي يعني. ونجيت هنا الإمارات عشان يعني تبدا يعني
مسيرتي الفنية صايب. أنت دوما تميزتي بالدمج بين اللهجة المغربية واللهجة الخليجية، كيف قدرتي تتميزين بالدمج هذا اللي صار؟ مع أنه في فرق بين اللهجة المغربية صعبة شوية أو الخليجية أصعب بعد، فكيف قدرتي توازين بين الاثنين؟ والله صراحة يعني عشان يعني أتواصل مع بما أني أنا استقريت هنا في الإمارات وعايشة هنا، فكان لازم أنه أنا أتكلم اللغة البيضاء، مش هي خليجي، هي مش غليجي يعني 100%، بس لغة بيضاء عشان الناس يفهموني. فطبعا المغربية حلوة بس عشان أتواصل مع الناس لازم خليجي يعني شوية بسيط. أنت عندك أغنية علاش طلعتيها في 2018، لها قصة؟ شوية قولي لي إياها. كانت الفكرة إنه أن أغني يعني مغربي مع مزيج من الخليجي، ففكرنا إنه تكون الكلمات مغربية والإيقاع سعودي، إيقاع خبيتي سعودي، وكانت فكرة حلوة صراحة وعجبت الناس. الشاعرة مغربية بنت بلادي من مدينة مراكش، والملحن كان مدير أعمالي اللي هو الأستاذ محمد شادي، بحييه من هذا المنبر. وكذا وطلعت الأغنية حلوة وصورناها في مصر، والحمد لله يعني كان صدى حلو. الحمد لله. زين سمعي منها، تقدري تسمعينا شوية منها؟ إيه طبعا أكيد. يا شوق جفينا ترانا سلينا، الله نسينا نعرف نعيش الجاي، وعلاش علاش علاش يا شوق ملك حل محبوبي ما يرحل. بس الله جميل الأغنية. محبوبي شو؟ محبوبي ما يرحل، دايما على بالي. لكن المحبوب دوما يرحل ما يتم. زين الالوان الغنائيه اللي تفضلينها تشوفين تقريبه من الخليجي ولا المغربي اكثر؟ انا صراحه احب الخليجي اكثر يعني، بس الاغنيه المغربيه بما انها ناجحه في الوقت هذا لازم يعني انا يعني كفنانه مغربيه الاصل لازم يكون يعني في اعمالي اغنيه مغربيه، بس انا اميل للخليجي اكثر شيء، واكثر شيء العراقي يعني، العراقي، فاحب اغني العراقي. زين انا قبل اكمل ابيك تسمعيني اغنيه لو تكون طويله شوي، شو تحبين تسمعينها؟ اسمعك عراقي. سمعيني عراقي. موال. زين موال، وانا اهديها لفريق العمل وبالاخص غيث الناصري المعد في هذه الحلقه اللي دوما يبهرني بالموالات او المواويل اللي اسمعها انا قبل الحلقه، فبسمعها منك وانا اهديها لغيث الناصري. أكيد أنا كمان أهديها لغيث الناصري وكل الأهل العراقي وكل فريق الإعداد. أنا بعد طبعاً وكل الفريق العمل. ذكرتك والسما مغيمة، أني ذكرتك والسما مغيمة، وعليك الروح محتارة، مذر الدمع من العين، مدري الدنيا مطارة، وينك ما إلك عنوان، واسمك ضاعت خبارة. أنا البحر لو يسألك عني لسوي القلب عبارة، أنا البحر لو يسألك عني لسوي القلب عبارة، فوق الغيم جوا الغيم لطير من غير طيارة. آيا ويل، آيا ويلي يا ويلي. الله 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 عليك يا صايل، الله يخليك، خليتينا لعالم ثاني ما شاء الله عليك. حبيبي تستاهلوا كل خير. زين الله يسلمك. انت قلتي قبل شوي لما تجاوبين قلتي الحين الاغنيه المغربيه منتشره، وحتى عندنا في الخليج صاروا الناس يفضلون يسمعون الاغنيه المغربيه، جماليتها، جماليه لحنها، حتى صارت كلماتها معروفه ومفهومه يعني عندنا. فانت وين تشوفين نفسك في انتشار الاغنيه المغربيه؟ صراحه الاغنيه المغربيه والناس يعني كلهم عارفين الموضوع هذا، انه قاعدة تعيش عصرها الذهبي الحمد لله يعني، مع إنه الأغنية المغربية يعني معروفة من زمان،
إلا أنها ما انتشرت إلا في الفترة هذه بفضل فنانين ما شاء الله يعني عطوا للأغنية ووصلوها ما شاء الله يعني في العالم العربي وحتى عالميا، مثلا سعد المجرد اللي أنا أحب صوته كثير وأسماء المنور. وطبعا أنا أشوف نفسي أنا لسه في بدايتي وإن شاء الله راح أعمل أغاني مغربية كثير. عندي ألبوم الحين قاعدة أشتغل عليه، ميني ألبوم فيه 3 أغاني مغربية من كلماتي وألحاني ما شاء الله، وإن شاء الله راح تسمعوا وراح يعجبكم إن شاء الله الشغل. قدوتك أنت فنانة وقلتي لوش قلتي هذه بداياتك، ايه ومنو قدوتك في الغناء؟ طبعا قدوتنا في الغناء يعني أي فنان يعتبر نفسه فنان وبدايته بداية يعني صح، قدوتنا السيدة أم كلثوم طبعا وسيدة فيروز والناس اللي علمونا أصول الغناء العربي. وبعدين طبعا في أصوات نجحت كثير وعطت لي الساحة، أنا من الأصوات اللي أنا أحبها كثير أسماء المنور صراحة بنت بلادي، لأنه أبدعت في كل الألوان. أنت متحيزة؟ لا والله مش متحيزة وايد وايد، بس أنا أحب ستايلها يعني أنا هذا الستايل اللي أنا أحب أغني أو أسمع. وفي طبعا في فنانين كثير ما شاء الله على الساحة، يعني ماجد مهندس مثلا فنان كثير راقي جدا وأغاني حلوة ويعني عطى الرقي للأغنية العراقية. زين شو حافظة للست حابين تسمعينه؟ ست أم كلثوم. طيب طبعا لون او اللون الغنائي ست ام كلثوم مختلف تماما عن ايه طبعا تفكر. بس نبغى نسمع منك شيء نحن. رجعون عينيك لاي اللي شفته قبل ما تشوفك عيني، عمري ضايع يحسبوه ازاي عليا، اللي شفته اللي شفته قبل ما تشوفك عيني، عمري ضايع يحسبوه ازاي عليا، انت عمري انت عمري اللي ابتدى بنورك صباح انت عمري. الله الله عليك يا صايل، نظرات العيون هي اصعب شيء اكيد. حتى احسك في اللون الكلاسيكي العربي اللي على ست ام كلثوم كنت جميله فيه، فليش ما تدخلين المجال هذا ولا اللون هذا؟ اقصد اللون الغنائي. اللون الكلاسيكي تقصد؟ اللون الكلاسيكي. اللون الكلاسيكي للأسف صارت الناس ما تسمع اللون الكلاسيكي، يعني خلاص هي فترة، هي هو فن كان في وقته سمعوه الناس اللي بي الناس الذواقين للفن هذا، بس الحين في وقتنا الحاضر ما حد يسمع الكلاسيكي يعني نادرا، صارت الأغنية السريعة أكثر شيء. يعني فنانة أصاهي اللي تحسين أن في تقارب كبير بين اللون الخليجي واللون المغربي في الغناء؟ هي طبعا في تقارب، يعني لو تشوف الايقاعات مثلا الخليجيه، الايقاع العراقي الهيوه العراقي في يشبه الايقاع المغربي يعني، وفي اي طبعا اكيد يعني في تشابه اكيد، لانه كلها ثقافات ممزوجه ببعض يعني. كلها هي ثقافات سبحان الله، رغم بعد المسافه لكن ثقافه الشعوب او الشعب المغربي مع الخليجي تحسينها مترابطه وقريبه من بعض. مترابطه طبعا. زين الفنان الخليجي اللي هو قريب من اللون المغربي وايد تشوفينه من وجهه نظرك منو؟ العراقي طبعا. منو من اللون العراقي؟
منو من الفنانين العراقيين اللي تشوفينه لونه يناسب الغناء، يعني لون الغناء المغربي؟ في كثير يقدروا يغنوا الاغنيه المغربيه، وعلى فكره يعني في فنانين كثير لما صارت الاغنيه المغربيه يعني ناجحه كثير، صاروا فنانين كثير غنوا مغربي باللهجه المغربيه وابدعوا فيها ونجحوا. يعني اعمالك كثيره أصايل، اقرب عمل الى قلبك؟ عندي انا نوع الدراما، اللون الدرامي هو اللي احب انا كثير. يعني الحين انا قاعده اشتغل على اغنيتين دراما، يعني لون حزين كثير. هذه الاغاني اقرب الى 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 اللي يعني ك ك ك كلون على الايقاعي الفرحي اكثر شيء. يعني فيروز، صباحات فيروز جميله. طبعا اكيد. تحبين تسمعين شيء من فيروز ولا ما يحضرش الحيلة؟ اوكي ما في مشكله، يلا نسمع. وطبعا هذه انا اهديها، يعني اعذريني، الى فريق العمل وبالاخص الى باسل المخرج. اوكي. طيب، مع اجمل تحيه واجمل تقدير له. اوكي. انا عندي كثير. اي شيء على ذوقك. انت دوما انت صوتك يكفي هنا، حتى لو الكلمات كانت عاديه ما شاء الله عليك، صوتك ياخذنا لمكان ثاني ولعالم ثاني. الله يخليك، اشكرك. لا تجملني كثير يا عبد العزيز. لا لا، ما اجامل، هذه الحقيقه. ميرسي، الله يخليك. واللي قاعد اشوفه نحن. نسم علينا الهوى من مفرق الوادي، يا هوى ظل الهوى خدني على بلادي. نسم علينا الهوى من مفرق الوادي، يا هوى ظل الهوى خدني على بلادي. الله عليك. الجديد كثير من الالوان الغنائيه ما شاء الله عليك، سمعنا منك المغربي، سمعنا منك الخليجي، سمعنا منك اللبناني، سمعنا منك الكلاسيكي. هل انت يعني كيف اقول لك، هل مارستيهم من قبل في حفلات او في البومات؟ ايه طبعا. اول شيء انا يعني قبل لا ادخل مجال الغناء كنت اسمع كثير، انا سمعت كنت بسمع كل الالوان الغنائيه، اي شيء يعني يمسني بحفظه على طول، يعني اي اغنيه بتمسني او يعني بحس بها سنه تلامس تلامس قرب شخصيتك. ايه صح، بحفظها على طول. فانا سمعت كل الالوان الغنائيه، يعني كل الاشياء اللي احبها حفظتها. وطبعا انا الحين بيكون عندي حفلات بغني كل الالوان الغنائيه، كل شيء يعني اللي ينطلب مني بقوله. فتدرين رغبات الجمهور صارت مختلفة. قبل أحس أن الواحد لما يسمع لون معين ما يغيره، يسمع مغربي خلاص تحصلينه يتم يسمع مغربي، يسمع كلاسيكي يتم يسمع كلاسيكي، يسمع عراقي أو خليجي يتم. لكن الحين لا، الحين تشوفين التنوع، يعني أغنية عراقي يحولها كلاسيكي يحولها مغربي. في طبعا الفنان القدير الكبير رحمة الله عليه طلال مداح، وانتي غنيتي تيلك من اللون السعودي شويه. ايه طبعا اكيد. حافظه شيء لطلال مداح؟ شنو؟ مقادير. مقادير؟ اسمعها. انا اهديت كل الناس، واهدي لفريق العمل وبالاخص الى استاذتي القديره لمى نصر. اوكي. الى استاذتي القديره، واشكرك. انا بختم معاك الحلقه مع الاغنيه هذه. اشكرك أصايل مطربتنا، استمتعنا وياك وايد. واشكركم مشاهدينا الكرام، كما اهديت الاغنيه هذه للمى، واهدي لكم الاغنيه هذه، وخلكم مع أصايل وتصبحون على خير وسعاده، وحياكم الله. مقدير مقدير يا قلب الغنى، مقدير مقدير وش ذنبي أنا، مقادير مقادير يا قلب العنا، مقادير.
مقادير وش ذنبي أنا